اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الهدى، صلاة نفوز بها في غدا ونسعد بها ونكيد العدا، صلاة تفوق جميع الصلاة عليه مكررة سرمدا، عدد الحصى والثرى والرمال وموج البحار وقطر الندى، وأعداد شعر بريش الطيور وأنفاس خلق بطول المدى، وعدد الملائكة القائمين كذا الراكعين مع السجدة، وعدد حروف الكتاب الذي أتانا وكنا به نهتدى، وعدد الصلاة وفضل السلام ونور الصباح إذا ما بدا، وألفي صلاة وألفي سلام على أحمد محمد نبي الهدى. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، رحمة للمرسلين صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى لما رأى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه